متأخرا جاء الاحتفال بالذكرى 49 ليوم الاستغلال الوطني 30 من نوفمبر المجيد، إلا أن المواطنين في محافظة أبين احتفلوا بطريقتهم الخاصة. نحن بحاجة لمثل هذه الفعاليات التي حقيقة يلجأ إليها الشباب ويتفاعل الشباب في ظل الركود الرياضي الموجود في المحافظة، ونتمنى أن تكثف مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية لما لها من أهمية لشبابنا. احتفال رياضي بمناسبة وطنية جاء للتذكير بتاريخ هذه المحافظة الرياضي. إذن ما زال الفرح في هذه المحافظة ممكنا رغم كل ما مرت به من أحداث. دعوة للاحتفال بأعياد الوطن نظمتها لجنة الأنشطة الرياضية في محافظة أبين، وتمثلت في لقاء كروي جمع بين منتخبي محافظتي عدن وأبين، وشارك فيها عدد من نجوم المنتخب الوطني. اختلاف طريقة الاحتفال بمناسبة وطنية أعطاها طابعا متميزا وأضفى عليها مزيجا من البهجة والمتعة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.